أول شيء ما أحباب الحضور ما أحباب الصحفيين مشكل الصحفيين تعال الحربية كل واجب علي اليوم توضيح خاطر صارت شوية بوليميك ولا تهمت لين صار على ما بعد مقابلة الهلال وطلوعي من المؤتمر الصحفي. واجب أول حاجة باش نقول نعتذر لأي مواطن سعودي إذا ساء الفهم خاطر عمري ما كنت عندي نية إني نسيح لأي مواطن سعودي، بالعكس على راسي من فوق أخواتنا واليوم إحنا اليوم هوني باش نعيشوا العرس الكروي باش نكونوا نبينوا للعالم الكل انه احنا اخو نحبوا احنا وهذا مش مزيه من عندنا ولا مزيه من حتى حد، انه ندعموا الكره السعوديه وانه ندعموا تنظيم هذا. صحيح ثم حاجات يعني بعض الملام الحبه كيف ما نقولوا، لكن خلينا نقولوا كيف ما هم. ثم توضيح هذا انه عندي حتى اني نحكي على السعودية، بالعكس اليوم المملكة هي بيت كل المسلمين بيت كل الناس، نعرفوها دائما كانت يعني. اليوم جينا هنا تكلمنا على تفاوض الاستقبال، على شيء مش غريب على الشعب السعودي وعلى الشعب السعودي انه هو يستقبل جميع المسلمين في هذه البلاد اللي يتمنى كل مسلم انه يزور بيت الله فيها. بالنسبه لمباراه الوداد الحمد لله الفريق كله جاهز بدنا مباراه غدوه، زي ما تعرف بعد مباراه الهلال اعطتنا دافع كبير خاصه الاداء الكويس اللي دارنا به المباراه الاولى قدام فريق نعتبر انا واحد من الفرق المرشحه للبطوله، يمتلك العديد من اللاعبين على مستوى عالي. وبالنسبه لماتش الوداد اكيد ديربي مغاربي، ان شاء الله ربي يوفقنا مثل المطلب بثلاث نقاط تقربنا كبيرة للدور الثاني باذن الله. لكن الله غالب ما تعب، نعم في بعض الاوقات نعديو كان الحاجات النيجاتيف، ان شاء الله نتعلموا انه نكونوا ديما في البوزيتيف ولا في الايجابي. توضيح ثاني، اخر مشكل مع الاعلام السعودي مع الاعلام، ولما حكيت على الاعلام في المؤتمر الصحفي ما عندي حتى مساس لا بدولة غير أخرى ولا بإعلام نتاع دولة غير ثاني، وحتى هي قدامي الإنسان اللي قال إنه الفريق من أضعف الفرق أو من بعد قال إنه لا أكيد بالنسبة لي هو يشوف فينا معناتها نجم نكون الحصان الأسود. اليوم نجم نقول نحكيو على مؤتمر صحفي فيه صحفيين كل، ثم إنسان كان في هذيك المرة في المؤتمر الصحفي ما كانش حاضر، المؤتمر الصحفي بعد ماتش الهلال كان حاضر، وشخص ولا خداها تكون أكثر موجه إنه سعودي، بالعكس وشفنا إنه حتى كي طلع حكيت مع المواقع السعودية بكل ترحاب وما تنميش نرجع نقول ثم حاجات لازم نحطوهم في إطار. اليوم إحنا فخورين جدا 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 بأنه اليوم عندنا عرس عربي، انه احنا اليوم كفريق ليبي اول مره نشاركوا فيه، نحبوا نخليه بصمتنا، نحبوا نخليه حاجه جميله لفريقنا خاصه. فهمنا احنا مطالبنا واحنا زاد فهمنا بعض النقاط اللي يمكن احنا كنا نشوف فيها حاجه مش كيف غيرنا، لكن نرجع نقولوا احنا هون حتى اذا قعدنا خمسه ولا سته ساعات باش الماتش الاول مثل التحضير الجنرال اللي عملناه للبطوله. صحيح ما عندناش كثير وقت لتنظيم الصفوف ولا للتمارين، البارحه كان استشفاء وكان خاصه للاعب اللي لعبوا اللي من الناس اللي نقول لهم يعطيكم الساحه على الماتش اللي قدمتوه ضد الهلال، لكن نرجع نقول صار الماضي. اليوم عندنا اثنين نهائيات لازمنا نحضر كل الماتش النهائي محضرين له، وان شاء الله نكونوا الطرف الافضل او ان شاء الله على قليله نوريه الوجه اللي لازم نوريه للكره الليبيه وللابطال اللي عندي. صوتي الاخر كان شفتهم ماهمش مركزين تو نحكي فيها، احنا
حتى كي نقولوا ديما اللاعبين تاعنا خليوا كلنا والتحكيم وكل احنا بالنسبه للاعبين والكابتن يعرف نقول ديما اللاعبين دي امور هي الكره حط كره في القلعه وريه الوجه اللي لازم نوريه خاطر للامام لازم نعرف ونشيدوا بالتعب والتضحيات والشغل الكبير اللي قاعدين نقوموا به المجموعه كامله اليوم خاصة لما تجيب أربعة ولا خمسة لاعبين عمرهم ما لعبوا في الفريق ونشوفوا الأداء هذا منهم ثلاثة كانوا أساسية اليوم الحمد لله رب العالمين شفنا أن اللاعبين مهتمين كان بالكرة القدم مش حاجة أخرى التحكيم احنا نعاود نقولوا يمكن شغلنا احنا والشغل الإداري لكن أنا لما دمرت من واحد بركة حتى في الكلام كان كلامه مش مضبوط وحتى ارجع للفار ارجع للواحد تشوفوا ونرجع نقول لك لما قبل الماتش يجي الكابتن نتاعك ويجي يبدا يشمج في الاجواء في حجره الملابس مش معقول او المركز الثاني في الشامبيونز ليج في افريقيا يعني واحد من العمالقه نتاع افريقيا بالنسبه للمواجهه بقى في الثمانيه مازال بكري ياسر احنا كيما قلنا نمشيو ستيب باي ستيب ما عندناش تفكير الا في مباراه غدوة النهائي نتاع غدوة من بعد لكل حدث حديث لما يجي الدوري اللي بعده تنفكر في شكون باش نلعب